إنشاء الطريق البحرية من الدورة باتجاه جوني كان الغرض منه تخفيف زحمة الأوتوستراد، ولكن ما العمل إذا كانت حفرة صغيرة على هذه الطريق نشأت قبل أسابيع قبالة جسر أنطلياس وتمددت بفعل الإهمال لتصبح مجموعة حفر باتت سببا لزحمة السير على الطريق. بدي صار لها شهرين ثلاثة ما عم يعملوها، كارثة. ليك الجوار كيف بدك تمشي أكثر من هيك؟ بتتكسر. شوف مسخرة مسخرة. حفر تمتزج فيها مياه البحر بالمياه الآسنة مشكلة بركا صغيرة تتمايل فيها السيارات والشحن.